سعادة على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبطال مجالنا. 1 مايو كان عيد العمال. كل عام وكل عمال مصر بخير. كل عام وكل إيد شقيانة بألف خير. وغدا عيد القيامة المجيد. أحب أعيد على أخواتنا الأقباط عيد سعيد عليكم، وربنا يجعل أيامنا كلها أعياد إن شاء الله. التحدي هو فرصة لإثبات قدراتك. هتسمع كتير كلام محبط، وكتير هيحاولوا يغيروا مسار حلمك. خليك عنيد في تحقيق أهدافك، اتحداهم وتحدى نفسك، واثبت بقدراتك وإصرارك إنك صح، ودور على البطل اللي جواك، واعرف إن باجتهادك في عملك هتحقق أملك. النهاردة معانا بطل رسم لنفسه طريق ومشي عليه، ورغم كل الصعوبات اللي واجهته عافر وكمل. تعالوا نعرف مشوار كفاحه ونجاحه في مجاله. معانا ومعاكم أستاذ ياسر رضا، صاحب شركة تيربو كار لتأجير وتوريد السيارات للشركات وخدمة رجال الأعمال. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورتنا. نورك وبنور الأسرة، أسرة البرنامج. أستاذ ياسر، طبعا احنا الأول حابين نعرف المشاهدين بحضرتك. ياسر رضا 37 سنة، صاحب شركة تيربو كار لإيجار أحدث أنواع السيارات وتوريد السيارات للشركات وخدمة رجال الأعمال. طبعا حضرتك عارف ان دلوقتي الاحباط قد ايه مالي شبابنا وولادنا، فاحنا حابين بقى نعرف بدايه كفاح حضرتك ومشوارك ابتدى ازاي. والله هو مشواري ابتدى من صغري، من حبي للسيارات، وانا من صغري هوا عربيات وغاوي عربيات، فمن هنا جت لي الفكره ان انا اشتغل في الحاجه اللي انا بحبها. جميل. فاشتغلت في مجال العربيات وقررت اللي يبقى ده شغلي، ونزلت شركة. انت حابب ايه وحبيت ان انت تشتغل عليه؟ وبدأت اللي انا انزل شركات ومكاتب واشتغل فيها واتدرب فيها، واكتسبت خبرات، وخدت عملت دائرة علاقات طبعا. ومن هنا بدأت الفكرة اللي انا لازم اللي انا اشتغل على نفسي واطور من نفسي، ولازم اللي انا يكون ليا شركه وليا كيان وليا شغل اشتغل واحققه يعني. ومن هنا جت لي بقى الفكره اللي انا ابتدي واجيب، ومن شغلي في المكاتب والشركات ربنا كرم باول عربيه جبتها، وكانت قسط طبعا. وبعدين اشتغلت، ما كانتش كفايه اللي انا افتح شركه، فاشتغلت على دايره المعارف عندي، والناس القريبين مني دعموني، وبدأت أشتغل عليهم اللي هم كانوا ادوني الثقة وادوني عربياتهم، لأن ما فيش حد لسه كان يعرفني، فمفيش حد هيجي من بره هيبقى راس ماله عربية أو حاجة زي كده ويجي يديها لي يقول لي خد شغلها. تمام. وبرضه ما كنتش لسه يعني فتحت الشركة، ولسه ما كنت يعني كنت لسه ببدأ. ابتديت بداية بسيطة بعربية اقساط كمان. بالظبط بالظبط. وبعدين اشتغلت بقى لحساب الغير عن دايره المعارف، اللي دايره المعارف الناس القريبين مني بالظبط، اللي كان مع عربيه كان بيديها لي عن طريق قرايبي صحابي. ومن هنا بدا العلاقات تزيد، وبدات دايره علاقاتي تزيد، وبدات اتعرف، فبدا يطلب مني عدد عربيات اكتر. فمن هنا فتحت الشركه، ومن هنا بدات اطور من نفسي، واشتغلت بقى اللي هم كبروا معايا، والعربيات اللي معاه عربيه والمشروع نجح، جاب عربيتين ثلاثة. خلاص هو اكيد طبعا بالزبط. حط ثقته في حضرتك يعني. راس ماله زاد فكبر، وانا كبرت معاه، فكلنا طبعا. يعني انا ما بكبرش لوحدي، والناس اللي معايا بتكبر. فمن هنا جت الفكره، والموضوع كبر معايا بشكل ملحوظ، لان انا اديت كل اهتمامي وكل شغلي وكل الحب للشغل اللي انا بعمله. وطبعا كان ثقه الناس فيا والالتزام، كان الالتزام هو اللي جاب ثقه الناس فيا، والتزامي في المواعيد واتقاني في العمل. يعتبر ده كان راس مال حضرتك. بالظبط، الالتزام. وهو من غير الالتزام ما كانش حد هيكمل يعني، لو ما كانش فيه التزام ما كنتش وصلت اللي انا وصلت له. طبعا اكيد، لاني انا بادئ من سنين كتيره يعني. الثقه جت عن طريق التزام حضرتك. بالظبط. طيب احنا معلش ممكن ناخد فاصل ونرجع تاني. تمام. رجعنا لكم من تاني برنامج أبطال مجالنا مع أستاذ ياسر رضا صاحب شركة تيربو كار.
طبعا استاذ ياسر، انا كنت لسه بسال حضرتك وقلت نقطه مهمه جدا. قلت ان الثقه هنا هي يعتبر يعني ثقه الناس اللي انت ابتديت بيهم ومعاهم، كانت يعتبر هي راس مالك اللي ابتديت بيه. طبعا طبعا، لان الثقه زادت اكتر بالتزامك معاهم في سواء في عقود سواء في وعود، وابتديت من هنا ان انت خلاص تبتدي تاخد كارير بقى. بالظبط. ان انا لا، انا هكبر اكتر ولازم افتح مكتب. بالظبط فعلا، دي كانت الحقيقه، وثقه الناس كانت هي راس المال، وهي اللي ادتني حافز ان انا اكمل، واللي انا اطور من نفسي واطور من شغلي، واللي انا لازم ان انا اجتهد واكبر. جميل. بالظبط. خليني حابه اعرف مين اكتر حد دعم حضرتك؟ والله هو ناس كتيره وليهم الفضل عليا وأقرب الناس ليا. أي حد قدم لي أي كلمة وأي حد حط ثقته فيا، فكان ده كفاية دعم، أكبر دعم. صحيح. اللي هو يخليني أنا أكمل وأطور من نفسي. صحيح. بس يعني ناس كتيرة، يعني أصحابي وأخواتي وقرايبي والناس اللي وثقوا فيا. الواحد لما بيكون لسه بادئ على حلم ليه وبيسعى إليه، هنا في الوقت ده الكلمة بتفرق معاه قوي. طبعا، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. اكيد كان زي ما في ناس بتدعمك كان في ناس بتحبطك طبعا، وكان في صعوبات برضو بتواجه حضرتك كتير جدا. ده انت هتحكي لنا بالتفصيل كل الكلام ده على فكره. طيب، ممكن حضرتك تعرفنا ايه الخدمات اللي بتقدمها شركه تربوكار؟ شركه تربوكار بتقدم اول حاجه ايجار احدث انواع السيارات، خدمه رجال الاعمال، توريد السيارات للشركات. بس هيدي شركة. لا انا عرفت كمان مؤخرا ان حضرتك تسويق. في برضو مؤخرا عربيات للتصوير السينمائي متاحه. ممتاز جدا. طبعا دول يعني بيطلبوا عربيات معينه وفئات معينه متاحه، والشركه بتقدر عشان توفرها. بتتكسر في الاخر. لا، مش كل العربيات بتتكسر، يعني بيطلبوا حاجات غريبه وموديلات جديده يعني حسب ايه عربيات بتطلب مني. بفضل على الله حسب المشهد اللي بيتصور او بعرف كده. اوفرها، وامر الله يعني بيتم يعني على اكمل وجه يعني. حلو جدا، ما شاء الله. طيب، ايه انواع السيارات اللي حضرتك بتشتغل فيها؟ والله انا بشتغل في جميع انواع السيارات، بس احدث انواع السيارات يعني مؤخرا اللي هو يعني لازم يكون موديل سنة السنه. بالظبط. طب الشركه ودي حضرتك يعني بتحقق المعادله دي ازاي؟ ما احنا مثلا انا معايا عربيات بقالها 5 سنين. تمام. هل انت هنا بتعمل تحديث كل فتره طبعا بالعربيات القديمه كل دي؟ سنه بيبقى في تحديث، كل موديل بينزل لازم يبقى في الشركه في الموديل بتاع السنه اللي نازل، والعربيات التانية ما بتتقدمش اكيد يعني يعني ليها شغل تاني او اللي احنا بنبيعها وبنحدثها، فما تمام. فيش حاجه يعني ما بتشتغلش، كل حاجه بتبقى شغاله بامر الله. تمام. طيب، ازاي بتامن سيارات تربوكار من السرقه والحوادث لا قدر الله؟ بالنسبه انا بشوف ان الموضوع فيه هدك قوي، يعني انك تخرج عربيه ومهما كنت كاتب عقد او كده، بس انك تخرج عربيه لحد او لشركه، وانك تبقى ازاي تامن او تغطي كل الكلام ده من حوادث من سرقه من هو في الاول كان الموضوع صعب، لكن دلوقتي خلاص يعني كده كده في يعني نظام بنمشي عليه ومعروف. في اول حاجه شركات تامين بيبقى العربيات متامن عليها تامين شامل بدون تحمل، طبعا ده حفاظا على راس مال يعني المستثمر معايا، او على حفاظ مال على راس مال الشركه. وبيبقى في طبعا ده بالنسبه للتامين بتاع الحوادث. اما بالنسبه للسرقه بيبقى في اكتر من جهاز جي بي اس بيبقى في العربيه، يعني حلو كده ده. كده شركات التأمين بتغطي حوادث وبتغطي سرقة، بس احنا مش عايزين الموضوع يوصل أكيد للنقطة دي. بياخد وقت كمان بالظبط بالظبط، يعني كل ما الموضوع بيتأخر في التعويض كل ما تبقى فيها دي بتبقى خسارة للشركة بقى. هنا حضرتك بتحاول تأمن نفسك بقى بالظبط بطريقة خاصة بيك. بالظبط، ما بخليش الموضوع يوصل لكده يعني. تمام. لا انا عرفت كمان ان في اختصاصات عند حضرتك في داخل الشركة، ان في دعم فني، فانا بصراحه استغربت جدا. انا دلوقتي كشركه او كجهه ما واخده عربيات من حضرتك، طب وحصل معايا مشكله في الكاوتش، حصل معايا مشكله في طبعا اي حاجه، انا اللي بتحملها وانا اللي بصلحها وكده، لا طبعا ولا هنا ببلغ الشركه فهي اللي طبعا بتكون بيبلغ مسؤوله عن الشركه، الموضوع وبيبقى فيه طبعا عندنا وبيخرج دعم الدعم فني الفني؟ وبيطلع بيوصل لغايه العميل وبيحل المشكله بتاعت العميل في المكان اللي هو فيه بدون ما العميل يتحمل اي حاجه يعني. هو العميل لو بيتحمل اخطائه هو، لكن اي حاجه حصلت في العربيه في دعم فني بيتوجه للعربيه على طول للعميل وبيكون باللازم يعني. ده كمان ضمان عشان بالظبط خاطر برضو الحاجة تبقى خارجة، حضرتك تبقى عارف في حاجات، أكيد في عربيات كتير بتكون داخل
التوكيل معظم يعني. العرب معظم العربيات او 99% من العربيات اللي في الشركه في الضمان وصيانتها داخل التوكيل. وده طبعا العميل اللي بيركب العربيه مش عايز يبقى العربيه فيها اي عطل، فلازم طبعا العربيه تبقى جوه الضمان. فديت الضمان بتاع العربيه. بس في حاجات يعني اللي هي حاجات وارد ان هي الخارجه تحصل. الوارد دوت الدعم الفني بيتجه على طول وبيحل الموضوع يعني، وده وارد طبعا يعني. اكيد طبعا. ممتاز. طيب انا حابه برضو اعرف من حضرتك، تنصح الشباب بايه؟ اللي هو يشتغل، حب شغلك، اتقل في شغلك، مهما حصل لازم تشتغل، لازم تكمل، لازم توصل لهدفك، لازم يبقى لك حلم. اشتغل عشان في ناس بتحبك، لازم تشوفك ناجح. ما ينفعش ترمي ودنك للأفكار السلبية، لازم تكمل تشتغل. هتقابلك صعوبات، ما فيش حد ناجح ما ملوش أعداء، ما فيش صعوبات قابلته طبعا. اكيد. بالظبط. فلازم والضربه اللي لازم نتعلم منها، بتقوي اكيد. لازم ما الضربه ينفعش بتبقى يحصل تقوي. اي حاجه في الشغل ضرتني الا ما استفدتش من اللي حصل، من الموقف اللي حصل لازم استفيد منه، وده يقويني طبعا. خاصه في مجال حضرتك اكيد في طبعا. صعوبات كتير واجهتك. لا كتير جدا انا يعني، حابه بقى انك تحكي لنا يعني، هنكتفي بموقف واحد حتى والله من المواقف الصعوبات اللي كتيرة واجهت يعني. حضرتك. بس في موقف يعني حصل من كام سنة، كنت بتعامل مع أجانب، بس مش عن طريق الشركة، كان جماعة كان صينيين، وكان في مترجم هو الوسيط بيني وبينهم، لأن أنا ما كنتش بتقن اللغة. ودي برضو حاجة علمتني إن أنا بعد كده أمضي مع الشركة يكون مسؤول عنهم كلهم. فأنا كنت بمضي مع الشخص بشخصه، فكان طالع للشركة ديت 40 عربية ب 40 عقد، وكان الوسيط ما بيني وما بينهم كان مترجم. فكان كل شهر بيوصل لي المبلغ بتاع الإيجار، طبعا كان مبلغ جامد بيوصل. طبعا 40 طبعا. عربية يعني. وبعدين اتأخر فترة، فهنا حسيت اللي في حاجه غلط بتحصل، فبدات اتجه على العربيه واوقف واكلم العميل. طبعا هنا كان استغليت اجنبي، بقى الجي بي اس الجي او بي اس. الامان اللي حضرتك عامله. بالظبط. وصلت للعربيه، وهنا كانت المفاجاه بقى، اللي انا جبت مترجم من عن طريقي، وعرفت العميل راكب العربيه اللي انا بقالي شهر مثلا ما باخدش الايجار بتاع العربيه اللي انت راكبها. ففوجئت اللي هو دافع 6 شهور مقدم يعني، اصلا وانا واصل لي شهر واحد. فهنا كان الموقف يعني، طبعا كان رافض يسلم العربيه، العربيات كانوا رافضين طبعا يسلموها كلها اصلا. موقف صعب جدا. طبعا. فهنا كان في اللي بيتفاهم، كان بي يعني كان في اللي بيتفاهم الوضع وبيعرف اللي انا منصوب عليا وهو منصوب وهم عليه. كمان برضو كده. بالظبط. هم منصوب عليه، انا ليا حق وهو ليه حق. ففي اللي كان بيسلمني العربيه بالتراضي وكان بيبقى فاهم الموضوع، وفي اللي كان بيصعد الموضوع للقضاء الجهات والشرطه القضائية وكده. بقى. بالظبط. وانا كنت معاه، وفي الاخر كان القضاء طبعا بيقول لي يعني لما بيحقق في الموضوع تسلم السياره الى مالكها، وكنت بسترد العربيه يعني. بس ممتاز. فبس ده كان بس موقف. طبعا موقف صعب جدا. طبعا يعني كنت وبعدين فاكر يعني ان مش دي النهايه عربية يعني. او اتنين. بالظبط. دي 40 والموقف خد عربية. شهور يعني، ما لمتش العربيات دي في شهر يعني، خد شهور يعني، قعد اكتر من 6 شهور بلم العربيات. فكان طبعا في ريسك وقف عالي حال جدا، برضو يعني. وريسك عالي جدا، وتاخير اقساط وتاخير التزامات اكيد اكيد. في اللحظة دي انت هنا بقى الستارة ما نزلتش وقلت طبعا خلاص ده دي النهاية طبعا طبعا استرزت وشفت يعني. اكيد. طبعا. بس فضل ربنا وستر ربنا على الواحد، اللي الواحد طبعا كان نيته خير، وهو يعني عشان انا كان نيتي خير فبلاقي الخير. وانت اديت الثقة كمان بالظبط. ليه يعني، بالظبط. انت فانا اديت كان له نيتي الثقة. خير، انا ما كانش نيتي اي حاجه غير اللي انا بجتهد في شغلي، واللي ده يعني واللي دي نقطه اللي انا هقف عندها هتوصلني لنقطه اكبر منها. فهنا الموضوع كان كان صعب صعب، قوي صعب بالنسبه لي، جدا طبعا. بس طبعا ستر ربنا عليا ودعاء كان ابويا أكبر وامي، من كل شيء. وبرضه اللي انا ما باذيش حد، واللي انا ما بعملش حاجه وحشه لحد، وما اتمناش وبتمنى الخير لكل الناس اللي حواليا. فربنا طبعا لطف بيا والموضوع عدى على خير، وما حسيتش بيه، بس كان ريسك عالي يعني. أثر طبعا. طبعا. أكيد. طبعا. بعد الموقف اللي حصل ده حضرتك ما خدتش وقفة كده مع نفسك وقلت لأ أنا كده بقى لازم نغير الرولز بقى كده طبعا. وأحط بقى يعني حاجات جديدة يعني؟ أنا الموقف اللي لسه بنقول الموقف اللي بيعدي لازم. علينا وبنغلط فيه فلازم بنطلع متعلمين منه طبعا. وبنقوى أكتر. طبعا. الموقف اتعلمت إيه من الموقف ده؟ يعني ما مديش ما الثقة حصلتش أزمة اللازمة. ثقة؟ طبعا يعني ما اديش الثقة اللازمة، او ما اديش الثقة الكاملة لأي شخص حواليا. كده كده لازم يبقى في ثقة متبادلة، بس لازم اكون مأمن نفسي. ما ينفعش اللي انا ادي الثقة الكاملة، ولا لازم اكون عيني على كل صغيرة وكل كبيرة في شغلي عشان ما يحصلش اي خطأ. طبعا عرفت هنا ان في الشغل في مجالك انا ما ينفعش ادي الثقة لحد ما ينفعش اغفل ايا ثانية. كان. صحيح. طيب احنا كل هدف في حياتنا
بيكون له مقومات للوصول ليه. بمعنى انا دلوقتي عايزه انزل اشتغل في شركه، فبشتغل على نفسي الاول وبنزل اخد كورسات عشان خاطر اوصل للي انا عايزه او لهدفي. ايه المقومات اللي حضرتك ساعدتك ان انت تحقق هدفك؟ الاصرار والعزيمه، لازم يبقى في اصرار ولازم يبقى في عزيمه عشان طبعاً. اوصل اللي انا عايزه. طبعا، وهو اصلا من بدايه مشوار حضرتك وانت كان هدفك الاساسي هو الاصرار والعزيمه. الاصرار والعزيمه. خلينا طيب نتكلم كمان عن خدمه رجال الاعمال اللي حضرتك بتقدمها، نوضحها اكتر للمشاهدين، يمكن كتير ما يعرفوش ايه خدمات رجال الاعمال. يا خدمه رجال الاعمال بتبقى خارج مصر، في رجال اعمال بيبقى خارج مصر اكيد لما ينزل يبقى عنده اعمال جوه مصر مش هيجيب عربيته معاه، فاكيد بيحتاج عربيات، عربيه معينه او بيحتاج يعني بيستقبله في المطار تبقى معاه في الفتره اللي بيكون موجود فيها في مصر. بيبقى في مؤتمرات لرجال اعمال جايين من الخارج مصر او داخل مصر، لازم الشركه عندي اللي هي تغطي المؤتمرات دي، بيطلب مني اوردرات عربيات في شركات طبعا لازم احققها. طبعا بيكونوا مثلا عايزين فئه معينه ليموزين او كده، بيطلب عربيات اشكال دي بتكون جاهزه وموديلات، بيطلب اوردرات، فلازم ان انا احققها، فلازم يعني احققها بعقود سنويه. وهي دي برضو ده غير رجال الاعمال، يعني غير خدمه رجال الاعمال ده توريد السيارات للشركات، بيكون سنويا بيطلب عربيات بكميات محدده، فانا لازم احقق التارجت اللي مطلوب، الاوردر المطلوب مني لازم احققه. روح فريق العمل اكيد برضو كان سبب من اسباب النجاح. طبعا احنا كان لسه من شويه معروض كده صوره جميله جدا، صوره كلها حب اصلا يعني. فالتعاون ما بينكم والاداره شغاله ازاي جوه؟ طبعا كل ده حضرتك تحت الصوره طبعا معانا على الهوا دلوقتي. كل قسم بيكون طبعا تحت اداره حضرتك. طبعا، بس هم دول بيبقوا يعني احنا معايا الشغل بني على اللي احنا صحاب اصلا. يعني الموضوع بدا معانا بصحوبيه، ما فيش حد غريب شغال معايا. جميل. بس وكل واحد بيبقى ليه اختصاصات. عندنا طبعا زي ما قلنا قسم دعم فني. في دعم فني، في قسم القانوني، وفي قسم للتامين خاص بالتامين، تامين العربيات. بيبقى كل واحد بيبقى ليه جزئيه هو مختص فيها. يعني طبعا ما ينفعش، انا طبعا عيني على كل ده وانا اللي داير كل الكلام ده، بس مش هينفع اعمل حاجه كل ده لوحدي. طبعا في قسم قانوني بيبقى فيه يعني مستشارين قانونيين، هو اللي مسؤول بقى عن كتابه العقود ومتابعتها والكلام ده. طبعا الشركه مسجله في الغرف التجاريه ولها بطاقه ضريبيه وسجل تجاري مسجله، عشان خاطر ما ينفعش امضي اي عقد مع اي شركه وهي شركتي مش مسجله. لا، هي الاوراق كلها اللازمه والمطلوبه معموله يعني متوفره في الشركه. طبعا بما ان حضرتك خبير في المجال بقالك فتره وعندك الاكسبيرينس الكافيه، يعني من رؤيه حضرتك يعني الشخصيه، شايف العربيات رايحه فين الفتره الجايه؟ احنا عمالين كل شويه يعني ايه السعر ينزل يطلع، طب نشتري، لا نبيع، الناس يعني والله رؤية حضرتك شايف ان هي لا هيبقى في ثبات الفتره الجايه، او تتوقع لا السعر هيزيد لا هيقل؟ لا، هو اللي انا شايفه هي اللي حصل في الفتره اللي العربيه زادت بطريقه جنونيه اصلا الفتره اللي فاتت، وبما انها نزلت اليومين دول فهيبقى ده انسب وقت اللي الواحد يشتري فيه، لكن ايه اللي جاي بعد كده الله اعلم. الله اعلم. بس في كلتا الاحوال احنا مكملين واحنا شغالين. لما السعر رفع بالشكل الجنوني اللي اكيد حصلت حاله ركود، يعني ما حدش فاهم في الوقت ده حضرتك ما خدش خطوه ان انت نعمل ابديت نغير ما العربيات. فيش الابديت بتاع إن كل احنا سنه مش بالطريقه بتاعت كل سنه. اكيد يعني الموضوع اثر اكيد طبعا برضه مع الناس كلها، مش معانا بس، مع الناس كلها. طيب انا حابه قبل ما نختم حلقتنا تحب توجه رساله شكر لمين؟ اوجه رساله شكر طبعا لفريق العمل في شركة تيربوكار واللي وقف في ظهري، كل التحية طبعا ليهم. طبعا، ووجه رسالة شكر لوالدي ووالدتي طبعا مدعموني بالدعاء طبعا، ربنا يبارك في عمرهم يا رب، ولمراتي ام اولادي طبعا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة طبعا، وكل اصحابي اللي دعموني وكل شخص بيحبني ودعمني بكلمة ودعمني بحب طبعا، ده اوجه له رساله شكر يعني بصفه عامه يعني. اكيد. طب في عروض بقى حضرتك عاملها الفتره دي مثلا او ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني كل فتره يبقى في عروض. احنا عموما طبعا نزلنا ارقام شركه تيربوكار
وان شاء الله يكون في عروض بقى الفتره الجايه. ان شاء الله اكيد يعني باذن الله. بمناسبه بقى يعني ابطال مجالنا ان شاء الله, ده اكيد طبعا اي حد يعني ان شاء الله هيجي يلاقي الخدمه اللي هو عايزها وزياده ان شاء الله. اكيد باذن الله. تحياتي لحضرتك يا استاذ ياسر, ونورتنا النهارده وتشرفت بيك جدا يعني. تحياتي ليك ولاسره البرنامج وللساده المشاهدين, وسعيد بلقاء حضرتك. شكرا, ميرسي جدا ليك. انتهت حلقتنا, انتظرونا السبت الجاي مع بطل جديد من برنامج أبطال مجلة.